عليكم يا رواي. وعليكم السلام. منو كتابك؟ كتابي انه هو القرآن. منو امامك؟ علي. منو اخوانك؟ المسلمات والمسلمين. منو ربك؟ الله. يا رواي، كم صلاة الله فرضها علينا؟ خمسة. منهم عددهم؟ الصبح والقدر والعصر والعشاء والمغرب. احسنت. يا رواي، كم نعجة عندك وكم خروف؟ خروفان عندي، خروفين. عندي سبع خروفات. ايه، وكم نعجة؟ تسعة. الله، انت راعي هنا بيهن؟ تسرح بيهن؟ اي، راعي ابوي خلاني بيهن. الله. ايه، بعد يا رواعي، لماذا تضحك؟ عود النعيه. الله.